استماع لوزير المالية بموضوع موازنة 2023. الآراء كلها مجمعة كانت على أنه هذه الموازنة جاية، عم بحكي أول شيء شو الاتفاق، بآخر السنة المالية، وبالتالي خارج المهل الدستورية قبل ما نفوت بمضمونة ومن دون قطع حساب. فإذن عم نحكي عن مشروع موازنة واصل بآخر السنة، نحن هلأ أيلول تشرين تتظهر من مجلس النواب، بنكون عوض بسلامتكم بالسنة. شو عم نعمل؟ إذا عم نعطي إجازة للحكومة تتصرف صرفت، إذا عم نعطي إجازة للحكومة تتجبي إيرادات جبيت إيرادات. طيب شو نحن شو عم نعمل؟ عم نوافق على بياض على كل اللي عملته بدون ما يكون عندنا حساباتها كمان. فإذا قررت اللجنة أن تطالب الحكومة بإحالة مشروع موازنة 2024 إلى المجلس النيابي، وأن يتضمن هذا المشروع مثل ما لازم الرؤية الإنقاذية المطلوبة والإصلاحية، أي بند أو أي مادة تعتبر الحكومة أنه هيدي أساسية إن كانت من 23 أو من خارجها، من مشروع 23 أو من خارجها، فيها تطرحوا علينا من خلال مشروع الموازنة اللي بدها تحاوله، أو فيها تطرحوا إذا ما بدها تتأخر من خلال النقاش اللي بده يصير باللجنة المالية وبالهيئة العامة. فإذا نحن مش مسكرين الباب على أي مادة قانونية ضرورية بنظر الحكومة بيوافق عليها المجلس النيابي، ولكن نحن ما بقى فينا من سنة 2010 لليوم ومن التسعينات نناقش موازنات بآخر السنة المالية، معناتها تشريع لمخالفات ببعض الأحيان. كلكم بتعرفوا قصة 11 مليار تجاوزات، كلكم بتعرفوا موضوع التدقيق البرلماني اللي عملته لجنة المال بال2010 وصولا لل2019 يلي تبين فيه 27 مليار دولار مصروفين من دون إثباتات قانونية وموجود بعده بديوان المحاسبة إلى اليوم. هيدا المسار لازم يتوقف. طلبنا مرارا وتكرارا خلال السنوات الماضية وأخذنا مواقف باللجنة المالية، ولكن استمرت السلطة التنفيذية بذات، قال أنا ما عم بحكي عن حكومة محددة، عم بحكي إجمالا عن أغلبية الحكومات إذا مش كلها اللي تعاقبت على السلطة. فإذن اليوم في قرار من لجنة المال والموازنة إنه نحن منناقش الـ 24. إذا كان في من ضمن المناقشة الـ 24 مواد قانونية تعتبرها الحكومة أساسية وتتكامل مع الـ 24 مثل ما طرحوا بعض الزملاء، عظيم، نحن جاهزين. وزارة المال لم تعترض، اعتبرت أنه هذا أمر فيها تقوم فيه الحكومة طالما هي أخذت قرار بإحالة الـ 24، ونحن برجع بكرر فيها تحيلة بكرة، فيها تحيلة بعد يومين، فيها تحيلة بعد أسبوع، ما تتأخر فيها، خليها ضمن المهلة الدستورية. قدرت تعمل الجمع المطلوب بين مواد ضرورية موجودة خارج الـ 24 وبين الـ 24، عظيم. ما قدرت تعملها هلأ أو ما بدها تتأخر، فيها تحيلة، وبأثناء المناقشة أمام لجنة المال والموازنة وأمام المجلس النيابي ككل بهيئته العامة بتقدر الحكومة وبيقدروا زملاء النواب يقترحوا اللي بيريدوه، ويا ما هالشي حصل بالماضي، وهذا من ضمن النظام الداخلي وهذا منه غريب عنا. فإذا هذا قرار اليوم أساسي كنا حكينا عنه، كنا نبهنا بالماضي وقلنا أنه يا جماعة الخير 2023 خلصت، بعتوا الـ 24. الحكومة بعدها مصرة على اللي كان ماشي بالماضي. هلأ الـ 2024 ضمن المهلة الدستورية بينطبق عليها ساعتها المادة 86 من الدستور، انه بتقدر الحكومة في حال لم يبت المجلس النيابي خلال عقد استثنائي، ما بات لا بالعادي ولا بالاستثنائي بالموازنة، بتقدر تطلع بمرسوم، بس اكيد مش بال23،
لأنه 23 مش بس خارج المال الدستورية، جاي خارج كل منطق مالي وكل منطق دستوري وقانوني ممكن حدا يتخيل. فهذا هو القرار اللي اتخذ اليوم، على أمل أن نستلم موازنة 2024 بأقرب فرصة حتى نبني على شيء مقتضاة. طبيعي في تحفظ كان لعدد من الزملاء اللي أرادوا أنه طبعا هن موافقين على أنه خلصت السنة المالية، ولكن بيريدوا أنه يناقشوا 23 مثل ما بدهم يناقشوا 24. الأغلبية كانت مع عدم الدخول ب 23 من دون ما يكون في مشروع موازنة ضمن المهل الدستورية، فل يعني تأخذ الحكومات والسلطة التنفيذية فلتأخذ علما بأنه موازنات أمر واقع تفرض علينا كمجلس نيابة بأرقامها وبمخالفاتها، هذا أمر غير مقبول ومرفوض. وبتمنى على الهيئة العامة أن تحذو حذو اللجنة المالية، لأنه صار لازم ينعمل موقف واضح من هيدي التقنية يلي من التسعينات اعتمدتها الحكومات، واللي بنيت كل سياستها المالية ونقدية وكل مخالفاتها وكل شيء بين بالتدقيق اللي صار، أكان تدقيقنا البرلماني اللي موجود بالديوان أو تدقيق ألفاريز، بين أنه من وراء التساهل اللي كان عم يحصل بعملية أنه يابا يلا بنبعت آخر السنة أو بنبعت بعد سنة. لا، موازنة بتنبعت قبل بدء السنة المالية للموازنة، قطع الحساب بينبعت ليتناقش ويتوافق عليه قبل ما نقر وننشر موازنة، وقال لك كيف منحاسب إذا لليوم بعد ما فهمنا أنه لازم نحاسب ولازم نراقب، ونحن صرخنا بالعشرة 12 سنة الماضي وأصدرنا توصيات وأخذنا قرارات أدت إلى إعادة تكوين الحسابات المالية من 93 لليوم، بس ما أدت حتى الساعة إلى تغيير نهج السلطة التنفيذية. نتأمل أنه يتقابل هذا الموقف بإيجابية، أكان من الكتل النيابية أو حتى من الحكومة، وأن تقوم الحكومة بواجبها بأقرب فرصة ممكنة، وأن تحيل إلى المجلس النيابي موازنة 2024، ونحن علينا ساعتها أنه نقوم بالواجب. في موضوع دستوري كمان أثير بالجلسة يلي هي قضية المراسيم، أثروه عدد من الزملاء. المراسيم التي يجب أن تحال بموجبها هذه الموازنة إلى المجلس يجب أن تأخذ بعين الاعتبار دستورية وآلية دستورية لغياب رئيس الجمهورية. ما فينا نمر على الفراغ الرئاسي كمان مرور الكرام، وبالتالي هنالك آلية عبروا عنها عدد من الزملاء. نتمنى ونطالب، أو عم نتمنى لأنه هذا مش موقف كل اللجنة ولكن موقف عدد من الزملاء، نتمنى أن يراعى وأن يكون هنالك احترام كامل لهذه للشكل الدستوري، كما وأنه للمضامين يلي عم نحكي عنها ماليا وقانونيا. هيدا كل شيء حبيت أقوله. تفضل. أصلا إذا عملت الموازنة اليوم أو ما عملتها ما لها علاقة بالسنة اللي قطعت، لأن السنة اللي قطعت مفروض تكون قطعت على القعدة الاثنى عشرية، وبالتالي المفروض أنه الموازنة تكون عم تجسد باعتماداتها احترام هالقعدة، وإلا بتكون الحكومة خالفة. فهذا سبب إضافي أنك ما تفوت بتشريع أمر أنت ما عندك أي رقابة عليه، لأن ما عندك حساباته، ما عندك لا إراداته ولا نفقاته، وبالتالي هذا أمر طبيعي أن تطالب الحكومة واحد بالأربع وعشرين، اثنين بالحسابات على الأقل التي يعني تظهر شو ماذا ما هو الإنفاق الذي حصل اللي هي ما عندك إيه، وما هي الإيرادات التي جبيت في سنة 2023. شكرا.